الأعراف في الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس غالبا صافي 24 درجة مئوية، الملموسة 23، الرطوبة 32% والرياح تكون خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لنهار يوم غد الجمعة بحول الله في باقي مناطق المملكة، حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، تسجل إربد 37 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى تسجل 24، المنفرق 36 إلى 23، جرش 34 إلى 25، وعجلون 34 إلى 24. المنطقة الوسطى أيضا أجواء حارة بشكل لافت، العاصمة عمان 35 إلى 26، الزرقاء 36 إلى 24، البلقاء 36 إلى 29، مأدبة 36 إلى 26، أما البحر الميت 40 درجة مئوية كحرارة عظمى، والصغرى 29 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، فرصة لزخات رعدية من الأمطار، الطفيلة 31 إلى 24 وفرصة لزخات رعدية من الأمطار، الشوبك 29 إلى 22، معان 31 إلى 20، أما العقبة 38 إلى 28، والكرك طقس غائم جزئي 31 إلى 25. المنطقة الشرقية أيضا أجواء حارة، 38 درجة مئوية متوقعة في كل من الصفاوي والأزرق، أما رويشد 35 إلى 20. إلى اللقاء.